بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا شباب. صنبور جديد لربح البيتكوين. الصنبور ده رائع وممتاز، في بعض المميزات الجميلة. طبعا هتلاقي هنا الشرح للصنبور، ان ليك رول لكل 30 دقيقة، كل نص ساعة بتعمل مرة كسب مثلا 20% من طلبات الإحالات في اليوم. بالمحافظ اللي انت ممكن تسحب عليها زي فوست بي، ودي اهم شيء عندنا، احنا شرحناه قبل كده. مفيش حدود لكسب المبالغ او الاحالات، روابط مختصره من خلالها بتقدر تحصل الساتوشي. لعبه الاستثمار لا ننصح بها ابدا. طيب نشوف طريقه التسجيل. انت تضغط على التسجيل، الاسم، البريد الالكتروني، كلمه السر، ذكر او انثى، البلد، واهم حاجه في مساله البيتكوين هنا لما تيجي تحط بتحط عنوان بيتكوين الفوست بي. بتعلم هنا وتبدا التسجيل. هنبدأ إن شاء الله، إحنا مسجلين، هندخل على طول. أول حاجة مسألة الرول، أنت بتضغط هنا بيبقى عندك كذا اختيار، 1 2 3 4. دي الإنجازات بتكسب فيها برضو، مع كتر الشغل بيظهر عندك في الإنجازات هنا بتقدر تحصلها. وحدة المعالجة المركزية لو حبيت تعدي من خلال الموقع بتضغط على زر التعدين وتسيبه. في لعبة الاستثمار قلنا لا ننصح بيها، استرداد القسيمة، وده الجديد في الموقع هنا، هنشرحه إن شاء الله لما نوصل له. احنا بنضغط على كلمة الصنبور، بتقف هنا. طبعا الكباتشا انت بتختار دايما، احنا عشان ما نقعدش نكتب بنختار الكباتشا اللي هي الاختيار التاني. هتظهر لك هنا الكباتشا المعتادة، هتبدأ تعلم على المطلوب، نيكست، بايسكل. طبعا عشان فتح الموقع بقالي شوية ف ادي اختيارين مرتين، تمام. بتدور على كلمة لف أو الفوز، لف أو الفوز، تمام كده. احنا حصلنا على 20، أقل حاجة 20، 20 25 35 50، 250. في طيب ممتاز، احنا كده 260. لو عملنا ريفرش كده بقت 280. طيب نشوف ايه تاني عندنا، اللي هي الزيارات، الروابط المختصرة. طبعا مش محتاجة شرح، كل الناس دخلت على الروابط المختصرة وتعملها ازاي. بتضغط عليها بتعمل فيزيت وتبدأ تعدي الرابط المختصر، هيردك تاني. في بتاخد 17 12، حسب ما بتخلص الروابط المختصرة اللي عندك في اليوم. معذرة لحظة كده، تمام. بتخلص الروابط المختصرة بتاعتك يبقى كده ايه، انت حققت. طيب الاعلانات البي تي سي نفس الامر، انت بتضغط على الاعلان، في بستة، 6 قطع، 6 قطع ونص، وهكذا. احنا نجيب بس اعلان مدته صغير عشان نقدر مسألة الوقت في التسجيل. هنضغط عليه كده زيارة، بتنتظر هنا مقدار اللي هو 10 ثواني او 5 ثواني حسب الاعلان، 20 ثانية. مجرد ما بينتهي بيديلك اللي هي الكباتشة ديت البسيطة، بتختار الشكل المخالف. خلاص كده انت اتحصلت على الـ3. لو قفلنا ورجعنا تاني هنبص هنا نلاقي الحساب، لو عملنا ريفرش كده الحساب هتلاقي الـ3 قطع نزلوا هنا 283. طيب نشوف ايه تاني، احنا الوظائف. الوظائف ديت انت عندك 8 وظائف، احنا دلوقتي بنعمل وظيفة منها حاليا وانا بسجل كده، اللي هي طبعا هنا هيراجع هيديك 200 قطعة لو انت عملت الامر ده نفذته. طبعا هنا كل حاجة بيبقى ليها طلب، هو بيطلب منك وظيفة، انشاء منشور مع اثبات الدفع بك. اول ما تحصل على دفع هتعمل منشور وتبدأ ترد تديله العنوان هنا. في مثلا انضم هنا رابط الاحالة، هتنضم لصاحب الاحالة دوت وهيديلك هيديلك طبعا في معاقبة هنا، هيخصم منك 100 لو انت، لو المسألة حاجة زي مكافأة 500، هيديك 500 قطعة لو انضمت لي. طبعا دي احنا مجربناهاش لسه الحاجات ديت، ولكن احنا بنجرب اخر حاجة، اخر حاجة اللي هي رش الفيديو على اليوتيوب. بنسجل فيديو زي ما احنا بنعمل كده، المكافأة 500 بس تأدي الامور دي، الفيديو ما يقلش عن 3 دقايق، جودة 360، دول اصحاب القنوات. ورابط الإحالة بتحطه في الوصف، وبعد ما تنشره بتاخد الرابط وتحطه له هنا،
تحصل على المكافأة. طيب الإنجازات، زي ما احنا قلنا في الإنجازات، الإنجازات ديت أنت معدل، أنت دخلت عملت كام رول أو نفذت كام مهمة. لو على الصنبور حصلت عملت 50 مرة هتاخد 50 قطعة، عملت 100 هتاخد 10 أيام فضية، الصنبور المطالبات 120 هتاخد 110 BT، وهكذا. كل دي هدايا. احنا بنقول الموقع متميز المرة دي ان في ايه، في هدايا. وحدة التعديل المركزية زي ما قلنا، انت بتحط زي برضو الشرح بتاع المرة اللي فاتت في الموقع اللي قبليه اللي احنا شرحناه، هتلاقي ان كل 60 تجزئة هتاخد 1 BT، 1 ساتوشي. الجهاز بتاعك لو بيعمل 20 تجزئة في الثانية، يعني بمعنى صح السرعة بتاعتك عالية. مجرد ما بتبدأ طبعا أي حاجة هتلاقي في إكس كده، بتقفل إكس الأول وتدوس على كلمة بدء، هيبدأ يعمل يشوف السرعة عندك قد إيه، وعلى أساسها تبدأ تحصل على بداية التعدين. ممكن تحصل في اليوم على 28 قطعة من التعدين فقط. لعبة الاستثمار قلنا لا ننصح بيها، طبعا ده نوع من انواع المقامره، واحنا طبعا مسلمين فما ينفعش نعمل الكلام دوت، امر محرم يعني. بتحط عدد القطع وتبدا ايه، يسموها استثمار يسموها اي تسميه ملناش دعوه بيها. هنرجع للاسترداد القسيم، وده برضو من نوع من انواع الامور الجديده. بيقول لك اذا كنت اتلقيت رمز، طبعا انت بتضغط على، هتلاقي فيه هنا وانت بتفتح في الرول او في اي حاجه هيدي لك عنوان للتليجرام، هتضغط عليه هيظهرك التليجرام بالمنظر ده. ده التليجرام الخاص بالموقع، وده الجديد في الموضوع. التليجرام هنا هتلاقي فيه بندن، في رسالة مثبتة فيها رقم، بتدخل على الرقم ده كده اهو ظهر معاك اهو، بتعمل له كوبي نسخ وتيجي تديهوله في مكان الكوبون هنا. مجرد ما بتحط مكان الكوبون هنا الرمز، بتضغط على الرمز كده وتحط له الرمز، هو كل فترة على ما اعتقد بينزل كوبون معين. انا عملتها اخدت 100 قطعة، 100 قطعة في الضغط لما عملت التاريخ بتاعها كان من شوية، الجايزة 100 قطعة، وده رمز الكوبون، اخر 5 كوبونات مستعملة. هو طبعا ايه، كل فترة انت تتفقد التليجرام. قعدت انا اكلم الادمن، ما كنتش طبعا فاهم الموضوع ازاي بيتم، ولكن هنا في رسالة وفي ارقام بتبقى انت ونصيبك. يعني في ناس بتحصل، لا في واحد كان بيتكلم كان هنا حاصل على كام، ده مثلا بيقول لك انا حصلت على الرقم ده، في فرانكش شي اسمه غريب شويه، بيقول له كونجريتيشن يور لاكي نمبر كان الرقم ده وحصل على 250 قطعه، فانت ونصيبك في المسألة ديت. فده مثلا مثال. احنا قلنا استرداد القسيمة دي اخر حاجة، اهم شيء مسألة السحب. انا دلوقتي لو عايز انسحب هعمل ايه، بضغط على كلمة انسحاب، طبعا انت ثبتت محفظة الفوست باي سجلت بيها، فبتقول له انسحب على الفوست باي، انت مديها له، بتحط المبلغ اللي هنا اللي بتحطه انهي، اللي هو المبلغ ده يا اخوان مش الاصفار ديت، لا اللي هو 282 قطعة ونص، انت بتكتبها. طبعا احنا هنشوف هنا على اساس ايه هنكتب 280 82 قطعه، هتلاقي الرقم ظهر بتاع ده. فانت لما بتحط الرقم اللي هو رصيد الحساب، طبعا الرقم ده قليل، لو جيت اعمل انسحاب بيقول لي اقل انسحاب كام، 7000، 7000 ساتوشي. احنا لسه هنا 202 لسه بادئين الموقع، فقلنا ننشره ونبدا نسجل من خلاله على اساس يحصل الاستفاده. لو دوست على الانسحاب هيقول لك الرقم لا يكفي، فلازم توصل الاول ل 7000 ساتوشي، هنا اقل من 7000. ان شاء الله يوم التاني هتلاقي نفسك سحبت في الموقع. الموقع جميل ولذيذ، قد المهام، حاجه مش هتاخد منك نص ساعه. اتمنى الكل اللي شاهد الفيديو يسجل ويشتغل نص ساعه بس من ضمن المواقع، ان في مواقع جميله جدا تبدا تجمع من خلالها، سواء الساتوشي لعمله البيتكوين، اللاتوش البيتكوين، عمله الزين، وهكذا. تمام، وان شاء الله سيبكم رابط اسفل الفيديو. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.